غلبة الأعراف العشائرية على المنظومة القانونية والقائمة على التمييز وعدم المساواة من أهم التحديات التي تواجه الجهود الرامية لتحسين واقع المرأة، لتصبح تلك الأعراف موروثاً اجتماعياً ساهم في تفكك الأسرة بحسب باحثين اجتماعيين. فتيات اتخذن الهروب من عائلاتهن سبيلاً للخلاص من أشكال التعنيف التي تمارس بحقهن، إلى جانب العوامل الخارجية من رفقاء السوء والتأثر بما يتم تداوله على مواقع التواصل، ليصبحن فريسة لسماسرة البغاء وعصابات الإتجار بالبشر. كثير من الأحيان احنا نواجه يعني مثل هذه الحالات، من الصعب حتى في التعاون مع وزارة الداخلية اللي هي معنية في قضايا مديرية حماية الأسرة، اللي يفترض أيضا تنوجد لها أدوات وآليات محددة للحماية، يصعب عليهم إيجاد مكان آمن لهؤلاء، وبالتالي الشارع هو السبيل الوحيد لوجود هؤلاء، والشارع مليء بالموبقات، مليء بعصابات منظمة، مليء بعصابات لا ترحم مثل هؤلاء، وبالتالي استغلالهم. على الحكومة أن تتابع قضايا العنف الاجتماعي، المشاكل المجتمعية اللي يعاني منها المجتمع، قضايا اليوم الأزمة الاقتصادية، التدهور الاقتصادي، كل هذه تؤثر على العائلة سلبا، وتؤثر على قضايا العنف الاجتماعي، تؤثر بالتالي على تماسك الأسرة أيضا. أكثر من 90 فتاة خلال هذا العام فقط أعدن لعوائلهن من قبل الشرطة المجتمعية، التي أشارت إلى أن غالبية الفتيات هم في عمر المراهقة وتحت السن القانوني. بعضهن يعني متعرضة للابتزاز وهربوا من أهلهن، بعضهن من الشباب يعني استدرجوهن يعني بكلمات معسولة وضحكوا يعني على عقولهن الصغيرة. صراحة تواجدنا بكل المحافظات من إعادتهن بصورة سريعة، وأخذ تعهدات من عوائلهن على أن يعني لا يتعرضوا لهن والمحافظة على حياتهن، وأيضا لدينا سجل للرعاية اللاحقة يتم زيارة هذه الفتاة يعني كل 15 يوم أو كل أسبوع أو كل شهر للاطمئنان عليها، وأيضا لتقديم الدعم النفسي لها وإعادة دمجها بأسرتها. تهديد، ابتزاز وتشهير ضحاياه الفتيات في العراق نتيجة العنف القائم بين العائلات، ليخيل لهن أن الهروب من المنزل أنه الخلاص من ذلك الواقع المؤلم، دون أن يعلمن أن ما خفي كان أعظم. ندى المرسومي من بغداد، التغيير.